نعتذر عن انقطاع البث بسبب الريزو. عودة عبد الهادي. تلكم خاوتي لازم لم الشمل القوة دولة تستعرف بالقوة. حبيت والله كرهت. هذه هي وليد في اليد وهذا ما كان. بارك الله فيك. دوك نجي ليك ليدين تكاوتي نقول لكم لموا بعضاكم. اي والله العظيم الا قوة الراجل بصحابه وفي الرجال بعد. احنا ورحنا رانا ماشيين في طريق على حق ما انا قاعدين نمشيو على غلط. على هادي تهدوا في قوتنا في وحدتنا. السلام عليكم. بارك الله فيك. صالح. ما تضعفوش يا جماعه. من الفتنه شدوا من القتل. او قادر تلقى واحد صاحبك يطيح لك المورال، قادر واحد يطلعه البلافون. وقف طيح زيد نوط طيح زيد نوط طيح ما تعياش. بربي ان شاء الله النضال متواصل يا جماعه. بارك الله فيك. ابراهيم. السلام عليكم. شباب التنسيقيات هنا خاوتنا كل بارك الله فيكم. خاوتنا واش راح نقول لكم؟ تخاووا هما لقاو غير بعضنا. روحوا لجمعيات خلاف والله من الناس لقاو الناس كلهم متكاتفه مع بعضها. جماعات خاووا والله ما لقاو غير بعضنا. حنا العسكر ولقاو غير بعضنا يا جماعه. انا شرات فيا خويا. انا شرات فيا لقيت صحابي لقيت خاوتي. جماعات خاووا. تخاووا نتحدوا بربي ان شاء الله الناس كل تولي لاباس. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. باي باي. السلام عليكم. تسقيت ولايه قسنطينه. خاوتنا مختصر الكلام اول نضافو ياكلونا. لازم نتحدوا كامل ولم الشمل على مستوى 58 ولايه ونجيبوا الحقوق تاعنا بربي ان شاء الله كامل. ما فيها لا متقاعد لا مشطوب لا معطب لا والو. الناس كامل كيف نديروا خرجه وطنيه مليحه نجيبوا حقنا وكل واحد يحكم دارو. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكون اللي عنده هاك؟ ربي ان شاء الله يبقى النضال حتى يجيبوا اعتراف من عند الرئيس بالفئه هذه. فئه المحاربين لازم يتنص قانون. نسعوا باه يتنص قانون ينصف الفئه هذه. فئه المحاربين العشريه السوداء. بارك الله فيكم. شكرا شكرا للحضور. لم الشمل التنسيقيه الوطنيه. ها؟ ايه معنا اخ بوكلوار رياض. هذا متقاعد من الجيش الوطني الشعبي. كان ملتحق جديد هكا نقدروا نسميوها. واش تحكي لنا؟ احكي كمتقاعد عسكري يعني. لا لازم نديروا وقفه بمعنى كلمه واحدين متفاهمين. احكي لنا كيف انت كنت في المنظمه هكا. كيف حتى دخلت لها وكيف حتى انسحبت منها؟ واحد صاحبي قال لي يديروا انا لو كاري اللي سويت من 2009 وانا كاري. ايه عندي واحد صاحبي دار كارطه قال لي يدفعوا في الدواسان تاع ساكن قال لي يدفعوا تما باش يطلعوا فيهم لا ريشون باش قال لي بصح لازم دير كارطه. راه درت كارطه. لقيتها ما فيهاش. لقيتها ما فيهاش. نعت الناس في الكارطه هذيك. هاي رام ديما المناضل المتقاعدين. ها ديما يقول لك كسرها في الطريق باش جا عندنا. مرحبا به تنسيقيه للجميع. مرحبا به. شكرا للمتابعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.